السياسية. أكثر التفاصيل في تقرير أبو قاسم بلقاتي. حسيسين العملية الانتخابية ومراقبتها كان محور تدخل الموفد اللجنة الوطنية لولاية البيض لتنصيب اللجنة الفرعية التي ستتولى مهمة تنفيذ القانون العضوي المتعلق للانتخابات والنصوص التطبيقية. مؤكدين بذلك مرة أخرى استحقاقكم لثقة القاضي الأول للبلاد بالمحافظة على الأمانة وصونها. مدينة البيض تشهد أيضا إقبال العديد من الفعاليات لاستخراج ملفات الترشيح للمشاركة في الاستحقاقات القادمة. وإلى غاية اليوم تم سحب 6 قوائم حرة و10 قوائم تخص الأحزاب السياسية، وتوضيحات يعني ضرورية تقدم، ونحن على أتم الاستعداد لإنجاح العملية هذه. هذا ويواصل المواطنون استخراج بطاقاتهم ليكونوا في الموعد، خاصة عنصر الشباب الذي يعول عليه لرفع التحدي واختيار العناصر التي تستجيب لطموحاته المستقبلية.